الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الله تبارك وتعالى في مناسك الحج جمع لنا أنواع العبادات، فهناك عبادات لسانية كالذكر وكقراءة القرآن وكغيرها من العبادات، فهي عبادات لسانية، وهناك عبادات قلبية، وهناك عبادات بدنية كأداء الصلاة وغيرها من العبادات، وهناك عبادات مالية كالزكاة والصدقات والنذور. ولكن العبادة الوحيدة التي تجتمع فيها كل هذه العبادات القلبية بالإحرام بالنية النسك، واللسانية بالتلبية والتهليل والتكبير، والبدنية بالسعي والطواف والإفاضة إلى من عرفة إلى مزدلفة، والعبادة المالية بإنفاق المال. فأراد الله تبارك وتعالى أن يجمع لنا كل هذه العبادات. فمن مناسك الحج والعمرة أننا نذهب إلى منى، وذهابنا إلى منى هو يوم التروية. وقيل يوم التروية هو أن الحجاج كانوا يتروون بالماء، وقيل التروية هي التريث واللبث والمكث في منى. والتروية تحمل معنى أنك تجلس في منى تتروى، تراجع نفسك، تعد روحك لأن تقبل بها على الله سبحانه عز وجل. ويوم التروية هو يوم الاستعداد، هو يوم الاستمداد، هو يوم تستطيع من خلاله أن تشحذ الهمة، لأنه غدا سيكون يوم عرفة إن شاء الله تبارك وتعالى، يوم الاعتراف والاغتراف. ويوم التروية يقضيه الحاج في منى، ولكن دأبت يعني الجزائر وكافة الدول على أنهم يضمنون تواجد الحاج يوم عرفة في عرفة، لأن كثيرا ممن تاهوا ممن ضاعوا حين ذهبوا إلى منى فتعذر عليهم وتعسر عليهم الوصول إلى عرفات، وهناك من وصل متأخرا. فلأجل أن يضمن يعني تواجد الحاج يوم عرفة في عرفة يذهب الوفد وبعثة الحج إلى عرفات. لكن هذا لا يمنعنا أن نعيش معاني الاستعداد والاستمداد في يوم التروية، في ذلك اليوم الذي يعني تقبل فيه على القرآن، تقبل فيه على أن تعدل من سلوكك من أخلاقك، لأنك غدا يوم عرفة ستقف بين يدي الله سبحانه عز وجل، يوم تعترف فيه، يوم تغترف فيه. فيوم التروية كان الحجاج قديما يتروون بالماء فسمي يوم التروية، وقيل التروية من التروي أي أن الإنسان يبقى في ذلك المكان يتروى ينتظر أوامر الله حتى ينطلق إلى عرفات. ويوم التروية هو يوم نجتمع فيه مع الحجاج، طبعا يعني يوم التروية يكون في منى، لكن يعني كما قلت لكم دأبت البعثات مختلفها وأغلبها على أن يذهبوا إلى عرفات ضامنين تواجد الحاج في ذلك المكان. أنا في تلك الليلة في ليلة عرفة ماذا أفعل؟ فإنني أقبل على الله، أستغفر الله، أسأله مدده، لأنني غدا سأدخل في حرم الله، سأدخل في يوم عرفة، ذلك اليوم الجليل الذي سنتحدث عن بعض معانيه الروحية. في يوم التروية أيها الإخوة يجب أن يشعر الإنسان أنه يستعد مع مجموع المسلمين، لا ينبغي أن تشعر بأنك بمفردك. الحج من معانيه التربوية أنه يزيل الأنانية في 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 ذاتي وشخصية الحاج. وأنا أقول لك أخي الحاج وأخي وأختي الحاجة أنه لا يمكنك أن تتعرف على نفسك وحقيقتك إلا داخل المجموعة وداخل الجماعة وداخل الوفد وداخل البعثة. فأنت في بلدك بمفردك في بيتك تضيء بيتك وغرفتك متى شئت، وتطفئ الأنوار متى شئت، تخرج متى شئت، تدخل متى شئت، وإن أغلقت الباب على نفسك لا أحد يدق عليك الباب. لكنك إن ذهبت إلى منى، إن ذهبت إلى تلك المشاعر، فأنت تعيش مع الآخرين. قد يوقظك أحد الحجاج بسبب ألمه، فاستيقظ وتفقده ورافقه لأن يزيل ذلك الألم. إذا أحد من الحجاج له حاجة لا تقل له دعنا ننام، دعنا نرتاح. راحتك الحقيقية حين تشعر أنك مع إخوانك الحجاج جسدا واحدا. هذه هي المعاني التي ينبغي أن نعيشها في منى، لأن منى من التمني. نحن نتمنى الجنة ولكن الشيطان يعترضنا، وفي منى ننحر الأضاحي، وحين ننحر الأضاحي لن ينال الله دماؤها ولا لحومها، ولكن يناله التقوى منكم. يعني التقوى هي الأساس، وهي الهدف الذي نريد
أن نصل إليه. دائما ابحث، إن وجدت مجالا لأن تصل إلى التقوى اعلم بأن الله قد وفقك، واعلم بأن الله سيفتح لك أبواب القبول وأبواب الإنابة. نحاول من خلال تواجدنا في منى أو في عرفات أننا كالأمة التي في الرحم. العجيب أنك حين تذهب إلى منى أيها الحجاج في غير موسم الحج تقول هل يمكن لهذا المكان أن يسع كل هذه الملايين؟ هذا السؤال طرح على ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال لهم أنه يعني منى تتسع للحجاج كما يتسع الرحم للجنين. وسبحان الله، وكأن الله يمدد أطراف الأرض لتسع كل هذه الأرقام الهائلة من الحجاج، لكن هل ستخرج الأمة من ذلك الرحم؟ نتمنى للأمة وللفرد ولادة جديدة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على رسول الله.